Find the tension in each chord if the weight of the suspended object ده is W، يعني بدلالة ال W. في البارت A ادي الفري بتاعنا، الفري بودي دياجرام اهو، هنا في W والزاوية هنا 45 بالتبادل وهنا 30، نسمي ده T B T A. طيب في البارت A هقول سيجمال F X يساوي صفر، طبعا سيجمال F Y يساوي صفر لأن مفيش حركة، فالتي بي كوساين 45 يمين ماينس تي اي كوساين 30 يساوي صفر. طيب وفي سيجمال اف واي يساوي صفر، هيبقى تي بي ساين 45 والتي اي ساين 30 ماينس دبليو يساوي صفر. احل بقى ازاي؟ اذا بالاله تي بي بتساوي والتي اي تساوي. شوفوا الاله دخلها ازاي، انا عندي تي بي في الاول مجهول، هقول مود 5 1 مرتين في مجهولين، التي بي معاك كوساين 45 والتي اي ماينس كوساين 30 حد المطلق صفر، التي بي هنا ساين 45 وهنا ساين 30، الحد المطلق ده هيروح من هناك يبقى 1 1 دبل، تطلع كله بدالة الدبل، فالتي بي بوينت 897 دبليو والتي اي بوينت 732 دبليو. نفس الكلام هنا عندنا تي بي وزاويته بالتبادل 45 درجة، وهنا الزاوية دي بالتبادل هي دي 60 درجة، واسمه تي اي، وطبعا هنا في دبليو. زي ما احنا شايفين الزاوية دي كده اللي هنا هي 60 درجة اللي هي بالتبادل. طيب هقول سيجما الاف اكس تساوي صفر، وبرده سيجما الاف واي تساوي صفر نفس الشيء، في اتجاه الاكس تي بي كوساين 45 تي اي ساين المرة دي اسكستي، اشمعنى؟ لان الزاوية مع محور واي معروفة، الاكس مش معروف. سيجما الاف واي يساوي صفر وبرده مفيش حركة، يبقى التي بي اذا بدأت بالتي بي ابدأ بالتي بي كوساين 45 ماينس تي اي كوساين 60، حللت ده كده ماينس دبليو يساوي صفر يعني يساوي دبليو. امسك الآلة مود 5 1، هنا كوساين 45 وهنا ماينس ساين 60، والحد مطلق صفر، كوساين 45 ماينس كوساين 60 والحد المطلق 1 دبليو، يطلع بدالة الدبليو الاتنين التي بي 3.345 أو 5 دبليو والتي اي 2.73 دبليو. يبقى السؤال ده كان معادلتين في مجهولين في الحالتين، لان الجسم متزن x بيساوي صفر وy بيساوي صفر، وادخل بالآلة زي ما احنا شفنا اجيب المجاهيل.